مركز الوقاية الأمريكي يحذر من عودة تفشي مرض شهير بين الأطفال، وجبة خفيفة تخفض مستويات السكر في دقائق، وعادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد. أهلا بكم. حذر المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها من أزمة تلوح في الأفق تتعلق بلقاحات الحصبة للأطفال، فالأرقام تشير إلى أن أكثر من 22 مليون طفل لم يحصلوا على جرعتهم الأولى من لقاح الحصبة، وهو ما يمثل أكبر زيادة منذ عقدين، فيما تم تأجيل 24 حملة تطعيم في 23 دولة بسبب جائحة كورونا. ورغم أن الحصبة هي أحد أكثر الفيروسات المعدية في العالم، إلا أنه يمكن الوقاية منها بالكامل تقريبا من خلال التطعيم. على الرغم من أنه لا توجد ضمانة بأن يؤدي لقاح الإنفلونزا إلى وقاية نهائية من الإصابة بالعدوى، إلا أن تقريراً يعرض الأسباب التي تحتتم ضرورة الحصول عليه. في المتوسط يكون الأشخاص الذين يحصلون على لقاح الإنفلونزا أقل عرضة للإصابة بالفيروس بنسبة تتراوح بين 40% و60% مقارنة بالأفراد غير الملقحين، كما أنه يساعد في الحماية من العدوى الشديدة والوفاة، ويمكن أن يساعد في تقليل انتشار الفيروس في المجتمعات. تميل مستويات السكر في الدم إلى الارتفاع بعد تناول الطعام، ما يمثل مشكلة للمصابين بداء السكر من النوع الثاني، ولكن ثبت علمياً أن وجبة خفيفة ورخيصة الثمن قد يكون لها تأثير معاكس في غضون دقائق من تناولها، فتشير الأبحاث إلى أن تناول الزبيب يؤدي إلى مقاومة ارتفاع مستويات السكر في الدم وخفض هذه المستويات في غضون 120 دقيقة من تناوله. بالنسبة لأولئك الذين يأملون في الحصول على تحكم أفضل في وجباتهم الغذائية وإنقاص الوزن، فإنه من الأفضل لهم وضع عادات فطور أكثر ذكاءً وتوازناً في الصباح. وبحسب موقع Eat This Not That، فهذه أفضل العادات لتناول وجبات الإفطار: التركيز على البروتين والخضروات والفواكه، شرب كمية مناسبة من الماء، تأخير وجبة الفطور فيما يعرف بالصيام المتقطع، تناول الشاي الأخضر العضوي في الصباح لتحسين الأيض.